والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم حبايب؟ إن شاء الله بخير. وأني آسفة لانقطاعي مدة، وذلك بسبب ظروف ما سمحت لي أنه أصور. اليوم جبت لكم نوع رجيم. هسه شوف طبعا انتوا تباعونه، تقولوا ايش تسوي دولمه؟ بس الدولمه بيها بيض بيها برتقال. اليوم راح اجيب لكم رجيم يخسسكم 5 كيلوات بالاسبوع. هاي شنو؟ معقوله؟ هسه تقولون اي معقوله، و60 معقوله. 5 كيلوات بالاسبوع تنزلكم. زين عيني، شلون نسوي يا ام نور؟ عيني تسوون عن طريق الصيام المتقطع. زين، شنو هذا الصيام المتقطع؟ انه بوجبة فطور، هو عادي بس وجبة فطور تكون دايت، مثلا بيض مسلوق ويا خضار، طماطم، حامض، خيار، فلفل اخضر هم مسموح، خبزة سمرة نص خبزاية. الغد العشاء، او هو هو غدا هو عشاء، يكون بكيفكم. تردون صدر دجاج، سمك هم مسموح، بس هذا شنو؟ مشوي، يكون مشوي. زين عيني، صدر دجاج ولحم مشوي او سمك همينه كذلك. والمشروب شنو هو؟ المشروب اني هسه ان شاء الله راح اشوفونه بالتفاصيل. المشروب هو فقط مي، واذا احد تحس بالدوخه فهو مي وحامض. اللي معدتها ما تتحمل ففقط ما تتحمل الحامض. والسناك عبارة عن مكسرات بس بنسبة كلش قليلة، يعني همينة بيها نسبة دهون. زين عيني، زين شنو هذا الصيام ابو 16 ساعة؟ انا راح اقول لكم. تريقنا بعدين تقريبا بثلاثة، لا مو بثلاثة، خلينا نقول بالسبعة اكلنا، نحسب لها بعد السبعة. هاي قطع بعد، ها هي نسد بعد الحلق، بعد ماكو ما تخلي شي بيه عدا المي، عدا المي اللي تشربينه. زين عيني، شاي ممنوع اثناء هذا الصيام، قهوة ممنوعة، نسكافيه ما نسكافيه هاي كلها ممنوعة. زين عيني، ومثلا هسا انتي اكلتي بالسبعة بالليل، اكلتي ها هي بعد تحسبين 16 ساعة يعني مثلا بالدعش الصبح راح تتريقين، او مثلا اكلتي بثمانية فتصير باثناعش، او مثلا بالتسعة بالليل تصير بالوحدة، وهكذا. بس اثناء هذا الصيام اللي احنا مشينا بيه، اثناء الصيام لازم تكون اقل شيء نص ساعة رياضة حتى ولو خفيفة. اقرأ يعني ابسط شيء، صعدين الدرج وتنزلينه، تمشين بطار ماي بالحوش، احنا نسميها حوش عندنا، تهرولين شويه، لان هذا المشي بالبيت وما اعرف شنو هذا مو رياضه، لا رياضه تخصصين ربع ساعه نص ساعه تتريضين. زين عيني، وهسه نبلش بالتفاصيل. وهاي شوفي، هاي الاكلات والمشروبات الغير مسموح بها اثناء الرجيم. هاي انواع المربيات، هاي تقولي لها باي باي، هاي تقولي لها باي باي. الحلويات، الاجبان اللي غير اللي دسمه يعني مو دايت، المواد هاي المعلبه هاي بيها مواد حافظه تكون، هاي مو زينه على الصحه. الاجبان همينه كذلك، الكيري، شرابت الحليب كامل الدسم هذا مو زين. هاي المشروبات الغازيه، النوتيلا ما نوتيلا هاي كلها ممنوعه. حتى الدايت، الدايت همينه مو زين، همينه هذا ممنوع عنا الاكل، لازم ما ناكله اثناء الدايت. هسه نجي على الاكل المسموح به، هو انواع الخضار. تقدرين تاخذين هذا كرفس، معدنوس، خضار، اي شيء يعني خضار، هذا كل زين للجسم. برتقاله نص حبايه تاكلين، حامض كل زين، طماطه هذا كله فريش لازم تاكلونه بدون دهن، حتى الباذنجان همينه كذلك، البيض المسلوق هم كذلك كل زين. البطاطا، اذا ما تكون مسلوقه
فمو زين على الجسم، لان يعني الفينجر يسبب تكدس بالشحوم. الجبن الدايت، هذا الجبن الدايت كل زين على الجسم. واللبن زبادي الدايت، هذا نسبة الدسم بي 5%، كل زين يعني باعتباره دايت. فكل انواع الخضار اللي بدون دهن تنوكل، باذنجان حامض ويا الاكين الرش، طماطم، بطاطا مهروسة، بيض مسلوق، هاي كلها زينة على الجسم. اما المشروب الوحيد اللي مسموح بالدايت فهو الماء، ماء فقط، ماء فقط. زين، اللي سبب اكو بعض منهن يصير دوخة اثناء الدايت، فمسموح انه كل زين على الجسم. هذا تعصر حامض وتشربه على الريك، شربه اثناء العطش. اما السناك اثناء يعني بين هالوجبتين، هي وجبتين تكون، جوز حفنه صغيره مع الجازو، تقدرون تستغنون عن هذا او عن هذا تاكلونه مجرد، بس هذا سناك. وهم انه يقوي الجسم، يقوي الشعر، يقوي البشره. وهسه بعد ما خلصنا الفيديو، اتمنى انه ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اللي ما مشترك، والاعجاب وتفعيل الجرس. اكون ممنونة منكم حبايب قلبي، مع السلامة.